خلينا نروح ليه بعد كده دخلت على عالم الاضواء، بدات تمضي عقود، بدأ الناس حلمها يكبر فيك. اول بطوله مستر اولمبيا لعبتها امتى؟ برضه في نفس السنه 2013 في يوم 17/9/2013 عملت دي فيها. دي بقى لا انا عايز اقف عند حته لما دخلت على روني كولمان ودخلت على جي كاتلر وضحكوا. اتكلمنا عن الموقف ده بالذات. ده احنا كنا في بطوله، ده كان جيست بوزنج معمول اعتقد في كان في احدى الولايات، وكانت البطوله دي احنا بنطلع نعمل فيها بوزنج للناس اللي هيلعبوا اولمبيا، بس يعني بيعملوا عرض بسيط، فهم ما كانوش شافوني على الحقيقه. دول اعظم اتنين لعيبه في العالم يعني روني كولمان و... وهم على فكره يعني من الناس اللي بيحبوا لعبه كمال اجسام من قلبهم، اللي هم يشوفوا لاعب كمال اجسام يقولوا الله جميل، الله انت فيك حاجه مميزه، ما عندوش بقى انت منين ولا ازاي ولا الكلام ده خالص. بيحبوا اللعبه دي. بيحبوا اللعبه جدا. فانا كنت واقف في الباك ستيج وقتها برضو انا الـ يعني علاقتي بيهم لسه يعني مش قادر، يعني اللي هو مش قادر اتخيل الناس اشوفها من جلاتنا اروح يبقوا اصحابي يعني. والعب قصادهم. فشافوني في الباك ستيج فقعدوا وهم الاثنين بقى بيضحكوا جدا، فكان وقتها روني كولمان خلاص بطل بس جاي كان بيلعب. فقال لي انا عمري ما شفت لاعب بالشكل ده في الوقت. لا الاول ضحكوا. الاول ضحكوا فانت لقيتهم بيضحكوا. هم جم بعد ما ضحكوا كلموك ولا ضحكوا وبعد كده كلمتوا ولا لا؟ هم قعدوا يضحكوا جدا فانا مستغرب هم بيضحكوا ليه. فكان معايا المدرب بتاعي كان اسمه دين جيمس وصديق ليا وما زلنا يعني. فسالهم بيضحكوا ليه؟ فقالوا احنا شايفين حاجه غريبه. كنا متخيلين ان هو يعني احنا اضخم ناس. طفره في كمال الاجسام. يعني الحمد لله برضو ده كرم ربنا سبحانه وتعالى. انا مش عايز يعني الواحد يحط نفسه في مكان اكبر من قيمته، لكن الحمد لله كان ربنا يعني كريم معايا جدا ويعني ييسر لي كل اللي عاجبني في كلامك. ايه كمان؟ دايما انت مقدم اراده الله سبحانه وتعالى. دي حقيقه. ودايما دي الحقيقه الوحيده اللي في حياتنا. دي الحقيقه الوحيده اللي في حياتنا. وده مهما ربنا ادالك انت شايف ان انت ده بفضل الله فضل سبحانه. فضل ربنا سبحانه وتعالى. وده المصري على فكره. يعني حتى يعني عايز اقول مين اكبر واحد فينا دلوقتي؟ السيد الرئيس حتى وهو بيتكلم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيتكلم بيقول لك الحمد لله. فضل الله علينا، نعمه ربنا علينا. بما اننا يعني جاء اسم السيد الرئيس وهو موجود في كل حكايتنا في الفتره اللي فاتت، واحنا يمكن كنت بتكلم انا وحضرتك على الانجازات اللي حاصله، بما ان اللي جاي من التجمع الخامس اقول له قد ايه مصر الحمد لله يعني ملموس فيها. كل انجاز حققه الرئيس في الفتره اللي فاتت احنا نحب نشكره، لانه احنا اولاده في الاول والاخر. ف ونحب يعني كل واحد ساب للبلد واجتهد عشان البلد، حتى يتقدم له كلمه صح. شكر يعني شكرا لي والجهده العظيم وقد ايه مقدرين المجهود اللي بيعمله لكل فرد في مصر من غير ما يستنى نقد او كلمه فضل او شكر. لانه بيحب البلد. ايوه لانه بيحب البلد ومش مستني الناس تبقى راضي عنه في ايه اكتر من ان هو يهمه مصلحه البلد. الحمد لله ملموسه لينا دلوقتي، وانا لسه عندي قناعه كبيره جدا ان اللي جاي ان شاء الله لمصر افضل ان شاء الله باذن الله افضل.